aquí. Elmennem a Mongún. Én praktói akkor lettem, de nekem nem lelárban nálim. Nárdan kellem állni egy Gala Frenchian Spaces, bár kérnek kellem állni Csarlóan Paranizo Csajnazi. Gala Frenchian Spaces, واحد من الحاجات المهمة جدا في الإيدنتينيك. لأنه يعني هو تقريبا مدخل المنطقة بتاعت الفارنس والتونج والفلور اوف ذا ماوس والمنطقة دي. ومن أهميته طبعا إن هو ليه أصلا محاضرة لوحده. عارفين طبعا إن الهيدنديك أصلا بتتقسم أو النيك أصلا بتتقسم إلى جزئين كبار، السوبرا هيويد نيك والإنفرا هيويد. السوبرا هايويد كل حاجة فوق الهايويد زي التونج والفلور اوف ذا ماوس والسليفري جلاندز والحتة دي، وطبعا فيها المانديبول والسنان والسي ام جي. والانفرا هايويد نيك فيها بقى اللارنكس وفيها الثايرويد والباراثايرويد وبقية الحاجات اللي ملهاش أصحاب، يعني ايه بقية الماسز اللي بتطلع في النك زيها زي اي حتة تانية في جسمك. واندرج تحت الموضوع ده بقى اللينف نودز كمان والمشاكل بتاعتها وكده. البارافرينجيال سبيس هو متوسطة ما بين السوبرا وما بين الانفرا هايويد نك، وهو يعتبر وحدة مستقلة بالذات. ايه هو البارافرينجيال سبيس؟ هو السبيس اللي جنب الفارنكس. ايه هو الفارنكس؟ اللي هو النيزو والأورو والهايبر. الفارنكس بيبقى مليان بالهواء زي ما حضراتكم شايفين، وجنبيه حاجة مليانة بالفات، هو ده البارافرينجيال سبيس. أصلا ما بيطلعش فيه مشاكل، هو نفسه ما بيطلعش فيه حاجة، لكن هو بيستخدم كأناتوميك لاند مارك لجميع الحاجات اللي حواليه، بحيث ان لو في اي ليجن طلع في المنطقه دهية نبتدي نشوف هو ودى الفات في اي اتجاه. لو طلع الفات لبره يبقى طالع من الفارنكس، لو دخل الفات لجوه يبقى طالع من البروتيد، لو رجع الفات لورا يبقى طالع من المانديبول والتنج ومعرفش مين، لو طلع الفات لقدام يبقى طالع من الكاروتيد سبيس اللي هو فيه الجلوماس والكلام ده كله زي ما هو. فهو اصلا بيستخدم as anatomic landmark وليس في فحص مخصوص عشانه ولا في ليجن مخصوص عشانه. طيب هذا السبيس بيمتد من اول السكار بيز لحد نهايه الاوروفارينكس في الكورونا ايمجز. فلو احنا بصينا عليه في الكورونا هنلاقيه ماسك من اول السكار بيز ونازل نازل نازل لحد لما يوصل الى نهاية الأوروفارينكس. في الأكزيال إيمجز بيكون جنب الفارينكس بغض النظر الفارينكس هو النيزو ولا الأوروفارينكس، وهو مكان أصل كل اللي فيه فات زي ما أنتم شايفين، ومجموعة من الفيسلز الأرتريز والنيرفز والفينز وكل ده ما بيبانش، اللي بيبان فقط هو الفات. البارافرينجيال سبيس الناس بتعتبر ان هو زي مربع وليه اربع اتجاهات، حاجه من قدام وحاجه من ورا وحاجه لاترال وحاجه ميديا، وهو اصلا زي ما قلنا مليان بالفات ويمتد من اول السكال بيز لحد نهايه الاوروفات. والفات في الام ار بيكون ابيض في التي 1 مسود شويه في التي 2، وبيكون الفات في السي تي لونه اسود. ما عندناش فحص مخصوص اسمه فحص البارافرينجيال سبيس، لكن عندنا فحص للفارنكس، يعني عندنا سي تي للنيزو والاوروفارنكس، عندنا سي تي او ام ار للسليفري جلاندز، عندنا للمانديبول لوحده وهكذا، والتنج برضه لوحده. فاحنا لما نيجي نفحص المنطقه ديت بناخدها كده جلوبالي، يعني بنبتدي من اول اللور بوردر اوف ذا مانديبل
ونطلع لحد السكال بيز، وفي الكورونال بنيجي من عند السيرفيكال سباين ونطلع لحد الفانكس ما يخلص ويبتدي البارانيزال ساينس استباد. بنمشي كل 3 مللي بنعمل اكزيل وكورونال، بنحن صبغه، بنعمل سيمتريك بيشن بوزيشن، بنعمل سوفت بون ويندو وسوفت تيشو ويندو، كل اللي احنا عملناه قبل كده بنعمله برضو في هذه المنطقه. ناس كتيره بتحب السي تي وناس كتيره بتحب الام ار في الحته ديت، لكن انا شخصيا بفضل السي تي عن الام ار في الحته دي بالذات، علشان الاناتوميك ديتيلز بتبقى لحد ما واضحه في السي تي. لو انت بصيت على صوره السي تي دوت البارافرنجيال فات، وده النيزوفارينكس، وده الباروتيد، وهنا هوت الريمس والدماندبل والكلام ده كله زي ما نقول بعد شويه. والعظم باين كويس قوي ابيض في الصوره. اما في الام ار فالعظم بيكون رصاصي، والمصلز بيكون رصاصي، والباروتيد بتكون رصاصي، مفيش الا عليكم السلام. الفات بس هو اللي بيكون ابيض. لكن ده ما يمنعش ان الام ار عنده مميزات كويسه جدا، وعنده ديفيوجن مهم جدا في التشوك، وعنده ام ار انجيوجرافي من غير صبغه بنستخدمه في بعض الاحيان عشان نحل بيه بعض المشاكل. يبقى الام ار بيعمل اكزيل وساجيتال وكورونا، للسي تي بيعمل الكلام دوت. الام ار بيشوف الفيسلز من غير صبغه، والسي تي ما يعرفش يعمل الشغلانه دي. الام ار غالبا ما عندوش ارتفاكتس من العظم، لكن عنده ارتفاكتس من حشو السنان، وعنده ارتفاكتس من اي ميتاليك اوبجكت موجود في المنطقه. البارافرنجيال ليجنز ار ديفيكلت تو بي ايفالويتد كلينيكال، يعني اقصى حاجه هتشوف زي ماس كده تحت الانجل اوف دمان، بس انت ما بتبقاش عارف الماس دي طالعه من فين، هل هي من الفارنكس، من اللارنكس، من الليمف نودز، ما مش عارف ايه الكلام ده كله. والسيمتومز كمان ما بتدلكش على حاجه، يعني بعض الناس عندها ثوركس روت، ناس عندها ديسفيجيا، ناس عندها هورسنس اوف فويس، نيزل اوبستراكشن، كرينيال نير بولسز، وبعدين في الاخر خالص بلج تحت الانجل اوف ذا مان. البارافرنجيال سبيس هو اللاند مارك بتاعتنا اللي احنا بنشتغل عليه، اللي هو مليان بالفات اللي لونه مزرق دوت في الصوره دي. عندنا 4 اتجاهات للبارافرنجيال سبيس، حاجه من قدام، وحاجه من ورا، وحاجه لاترال، وحاجه ميدي. اللاترال للبارافرنجيال هو الباروتيد، الباروتيد جلاند والديب لوب بالذات بتاعها زي ما قلنا. الانتيريور للبارافرنجيال سبيس اسمه الماستيكيتور سبيس، وهنتكلم عليه بعد شويه. وكلمتك انا امبارح على حاجه اسمها البكرال سبيس، اللي هو معمول باللون البرتقاني ده، اللي هو بتمشي فيه الضغط بتاعه الباروتيد جلاند عشان تدخل جوه الماوس. ميديان تو ذا فات موجود الفارنكس اللي هو الاورو والنيزوفارنكس. بوستيريور تو ذا فات الكاروتيد سبيس، الكاروتيد في الكاروتيد ارتري والانترنال جاجولار فين، وفي كرينيال نيرفز، وفي ليمف نودز. الحته دي فيها شويه. هذا هو الريليشنز بتاعه البارافرنجيال سبيس، مالناش دعوه بالحته الزرقاء اللي ورا ديت، ده حاجه في البوستيريور نيك لسه مكانها ما جاش. يبقى احنا قلنا ان البارافرنجيال سبيس عباره عن سبيس مليان بالفات، وفي نيرفز وارتريز وفينز، وعنده انتيرير اللي هو اسمه ماستيكيتور سبيس، بوستيرير اسمه كاروتيد سبيس، لاترال الباروتيد، ميديال الفارنكس. تمام، نمسكهم بقى واحد واحد نشوف ايه الكلام اللي موجود فيه. اللي قدام، اللي قدام البارافرنجيال سبيس along the anterior او anterolateral aspect اسمه the masticator space واسمه infratemporal fossa، الاثنين اسامي لحاجه واحده.
ايه اللي موجود في الانفرا تيمبورال فوسا ده؟ muscles، muscles of mastication. أربعة، إيه هما بقى؟ الماسيتر، فين الماسيتر؟ بره الرينس اوف ذا مان. وبعدين التيمبوراليس اللي هي دي، ده الانسيرشن بتاع التيمبوراليس في الميديال اسبكت اوف ذا مان. وبعدين اتنين تريجويد ماسلز اللي هم الميديال واللاترال تريجويد، هم دول ميديال ولاترال تريجويد. موجود كمان في السبيس ده الريمس اوف ذا مانلي اللي هو ده، هو موجود كمان المانديبولر نيرف، ما بنشوفوش في الاشعه. موجود كمان الفات اللي جنب الماكسيلري ساينس الحته دي، دوت اسمه انفرا تيمبرال فوسا فات. والفات دوت مهم جدا بالنسبه للجراحه، يعني لو في تيومر في الحته دي مهم قوي انك تقول اذا كان الفات دوت از اوبليتريتد ولا لا. نيجي للسبيس اللي بعد كده اللي هو اسمه ذا باروتيد سبيس. باروتيد زي ما انتم عارفين الباروتيد لاترال تو ذا مانديبل، وعندها اكستنشن كده صغير عن ناحيه البارافرينجيال فات. الباروتيد سبيس في الديب لوب اوف ذا باروتيد ارتري، الباروتيد جلاند، وعنده الاكسترنال كاروتيد ارتري قريب منه هنا، ريترو مانديبولار فين بيبان في السي تي احسن من الام ار، هوريهولك، الفيشال نيرف ما بيبانش، والليمف نودز ما بتبانش الا لو كانت كبيره. يبقى كل اللي بيهمنا في الباروتيد سبيس هو الديب لوب اوف ذا باروتيد جلاند. posterior to the fat عندنا الكاروتيد كانال او الكاروتيد سبيس سيان، والكاروتيد سبيس فيه الانترنال كاروتيد ارتري والانترنال جاجولار فين والكرينيال نيرفز من 9 ل 12 والليمف نودز. الكرينيال نيرفز ما بتبانش والليمف نودز ما بتبانش الا لو كانت كبيره، واللي بيبان بس عندنا هو الكاروتيد ارتري و الانترنال جاجولار فين. الميديال اسبكت اللي هو اسمه ديفرنجيال ميكوزال سبيس، الميديال اسبكت اللي هو الحته ديت كده اللي هو الوول اوف ذا فارينكس، سواء كان الفارينكس دوت نيزو ولا اورو فارينكس. مفيش هنا اناتوميك ستراكشرز كتيره الا الماسلز بتاعه الفارينكس، هنقول اساميها دلوقتي. و الفارينكس اصلا متبطن بفاشيا اسمها ديفرينجيو بازيلر فاشيا. الفاشيا ديت جامده بحيث انها تمنتين البيتنسي بتاعت الفارينكس. لو كان الفارينكس دوت عباره عن ميكوزا بس وكده كان ممكن لو انت نايم يكولابس على نفسه مثلا، يعني وانت تسافر على طول على الاخر. لكن الفاشيه ديت بتمنتين السبيس دوت مفتوح وبتمنتين الهواء بيتنت. ده من ناحيه الاناتومي، اناتومي بسيط ولكنه مهم، لان اي حاجه هتطلع في الحته ديت بتطلع من الاناتومي. فلو مسكنا الاولاني اللي هو الفارينجيال ميكوزال سبيس اللي هو الحته دي، الفارينكس دوت معمول بالماسلز اللي احنا هنقول عليها دلوقتي. اي حاجه بتطلع من الفارينكس بتزق الفات لبره، بتزق الفات لبره. زي ما قلت لك امبارح 98% من الماسلز اللي بتطلع في الفارينكس بتزق الفات لبره ار مالجنت، وهما كارسينوما بالذات، يعني مش ساركوما ولا ليمفوما ولا الكلام ده كله، كارسينوماز. 80% من الكارسينوماز ديت عباره عن سكويماس. بقيه الكارسينوماز الثانيه اللي هي بتطلع في الحته ديت زي اللي بيطلع في الباروتيد وخلافه، الادينويد سيستيك والميكو ابيدرمويد كارسينوما. 2% من الماسز عبارة عن ليمفوما وساركوما وجيوفايبروما مش عارف مين، وهما قول زي ما انت عاوز. معنى كده
ان كل لما تلاقي ماس ميديان تو ذا فات طالعه من الفارنكس ما عندكش الا تشخيص واحد فقط اللي هو سكويموس سيل كارسينوما، الى ان يثبت عكس هذا بالباثولوجي بالبتاع. عندنا بعض الحاجات بتتعرف بالهيستوري والاشعه زي الانجيو فايبروما مثلا، حد عيل صغير وبيعمل له الستاكسز والمس از انهانسنج بشكل فظيع جدا فبتعرفه، لكن فيما عدا ذلك يكونسيدر كل الماسز اللي انت شايفها عباره عن كارسينوما الى ان يثبت عكس هذا. نيجي بقى للتفاصيل الدقيقه. النيزوفارينكس هو الفارينكس المتوصل بالنوز، والنيزوفارينكس عنده تضاريس، يعني عنده حاجة مرتفع كده وفي ديبريشن هنا وفي ديبريشن هنا. المرتفع دوت اسمه تورس تيوبارس، تورس تيوبارس مش مهم الاسم، بس انت عشان لما تيجي تكتب التقرير لازم هتقول اسمه ان هو is involved بالليجن ولا لا. اسمه تورس تيوبارس. الحتة الدبريشن اللي فوقيه دوت هو بتاع الاوستيكيان تيوب اللي احنا قلنا بتوصل الميدل اير بالفالبس، والحتة اللي تحت ديت اسمها فصة اوف روزن مولر، فصة اوف روزن مولر. ايه اهمية الكلام دوت؟ ان اي نيزوفارينجيال كارسينوما اول ما تبتدي تروح قافلة الحتتين دول، وهذا الكلام احنا وي دو نوت سي في البلاد بتاعتنا. احنا بنشوف الكارسينوما لما تقرب تخرج من بق العيان، اما بره عشان السكريننج ومش عارف مين والكلام ده كله فهم بيلقطوا الحاجات الاولانيه ديت اللي هي البروجنوزز بتاعها عالي جدا من مجرد ان الحته ديت بقت اوبليتريت، يعني ما بقاش في ديبريشن هنا ولا ديبريشن هنا وبقت ديت كلها عباره عن كتله واحده كده. التورس تيوبارس معمول بتو ماسلز ما بينهم فات بلين رفيع جدا مش تعرف تشوفه الا بالام ار. التو ماسلز دولت مش مهم قوي تعرف اساميهم، لكن المهم تعرف ان في فات بلين بيفصلهم، هما اسمهم تنسور وليفيتور فيلي بالاتيني ماسلز، مش مهم خلاص، لكن تعرف ان التورس دوت معمول بمصلتين صغيرين ما بينهم فات بلين. The earliest sign of nasopharyngeal cancer obliteration of the fat. اول حاجه خالص ممكن التورس يكون موجود والاوستيكيان تيوب ولولولو كل الكلام دوت لكن الفات راح، والكلام دوت بتشوفه على الانترنت بس ما بتشوفوش هنا في الواقع، يعني انك انت تلاقي الحته ديت ما عادش فيها فات وكلها بقت عجينه واحده كده، تاخد منها بايوبسي تطلع نيزوفرينجيال كانسر. اما بقى اللي احنا بنشوفه هنا ايه المناظر ديت؟ انك انت تلاقي فيه ماس، والماس ده هي ميديان تو ذا فات يعني طالعه من الفارنكس، واحد ادلت يبقى انت بتتعامل مع نيزوفرينجيال كارسينوما. تمام، النيزوفارينجيال كارسينوما كانت معروفة بكلينيكال تراياد أيام زمان. من دلوقتي في نيزوفارينجيال كانسر بيكتشف انسيدنتال وانت بتعمل عشان حاجات تانية، ومن الحاجات المشهورة قوي الاوتيتس ميديا في الكبار ان النيزوفارينجيال كارسينوما اول ما تطلع بتروح قافلة الاوستيكين تيوب، فلما تقفل الاوستيكين تيوب الودن تعبي سكريشن، يبتدي كل الناس متعودين على الاوتيتس في الصغيرين عادي جدا، لكن الاوتيتس في الكبار مش عادي، لازم تاخذ مأخذ الحصر فتبتدي تنفستيجيت تلاقي في ماس انسايد ذا نيزوفارينكس. لكن في بعض الناس ما بيكونش حاسس بالكلام دوت ويكون البرزنتيشن بس ليمف نودز. النيزوفارينكس اشهر واحد على الاطلاق بيعمل ميتاستاتيك ليمف نودز في النك، فيبتدي المريض يبريزنت باي ماس ان ذا نيك، تبتدي تنفستيجيت الماس دي تلاقيها ليمف نودز من نيزوفارينجيال كارسينوما.
يبقى يا اما في ماس ما بتعملش حاجه بينلس وكل حاجه، يا اما في هيرنج لوس واوتايتس ميديا في الكبار، ودي نقطه مهمه جدا، يا اما في بلادي نيزل ديشارج، وده مش هيحصل الا لما التيومر يعني يبقى مستفحل جدا. احنا بنشخص الكلام دوت لما تلاقي في سوفت تيشو ماس موجوده في الفارنكس ميديال تو ذا فات، زقت الفات لبره او قفلت الفات خالص، المهم ان هي ليها علاقه بالايه بالنيزوفانس. And this is the example بتاع الاوتايتس. انت يعني هوت عندك سوفت تيشو ماس في الفارنكس في النيزوفارنكس على الناحيه اليمين هيتروجينسلي انهانسد وما فيش التضاريس اللي احنا قلنا عليها، وبعدين الودن على نفس الناحيه is obliterated، الميدل اير كافيتي مقفول، المصايد اير سيلز نفس الحكايه وبيك، اما هنا في هواء وكل حاجه تمام. عشان كده اي حد ادلت بيبريزنت بأوتيتس ميديا لابد ان هو يبقى عنده يعني حذر شديد ويبقى انفستيجيتد كويس علشان لحسن يكون فيه نيزوفارينجيال كارسينوما. النيزوفارينجيال كارسينوما مش هتضايق النفس ولا البلع خالص الا لما تكون من الحجم الكافي. And this is a patient with a mass in the right side. على الليفت سايد الفات بلينز كلها كويسه، على الرايت سايد في سوفت تيشو ماس انهانسينج ميديم تو ذا فات، يبقى طالع من الفارنكس يبقى كارسينوما. يعني لما تشخص الكارسينوما في كذا حاجة هنقولهم دلوقتي، من ضمنهم إنك تدور على الليمف نود، فلما تلاقي كرومبا كبيرة أوي زي دي، واحدة تاني هنا، واحدة تالت هنا، فبتعرف إن دولت ميتاستاتيك من الإيه؟ النيزوفارينجيال كارسينوما اللي موجودة هنا. ودوت بيأكد لك الكلام اللي أنا قلته إمبارح، إن الميتاستاتيك نودز مش لازم تكون نكروتك. يعني المعروف عنها انها بتكون نيكروتيك، لكن في بعض الاحيان الميتاستاتيك نودز بتكون سوليد وبتكون هوموجينسلي انهانسد. الام ار مهم في الحاجات الاولانيه، لكنه لما الماس بتبقى كبيره زي ديت كده خلاص انت السي تي والام ار يستوي في هذا الموضوع. ودايما كل لما تشخص نيزوفارينجيال كارسينوما بالذات في الامتحانات تبص على الودن بداية العين، عشان النيزوفارينجيال كارسينوما غالبا هتقفل الاوستيكين تيوب، وطالما الاوستيكين تيوب اتقفلت الودن هتعبي سكريشنز وهيحصل فيها انفلاميشن. فطبعا واضح هنا ان الاير ديت كلير، لكن الودن ديت اللي على نفس الناحيه بتاعت التيومر فيها سكريشنز. طيب فايدة الـ MR زي ما أنا قلت كده، نمرة واحد الـ Early Detection of the Lesion، والـ Early Detection of the Lesion بيبان عن طريق الـ Obliteration of the Fat اللي موجود ما بين الـ Two Muscles بتوع التورس اللي هما التنسور والليفيتور فيلي بالاتاين Muscles. الفات ما بيبانش بالستي، لكن بيبان كويس جدا بالام ار زي ما احنا شايفين. كمان الفات بتاع البارافارينجيال سبيس ممكن يتشاف اجدع من الستي، لان الفات في الام ار في التي 1 بالذات بيكون ابيض قوي زي ما انت شايف، فاي حاجه هتنكروتش على الفات هتبقى واضحه جدا. لان واحنا بصينا على المريض ده هوت كده، عندنا سوفت تيشو ماس on the right side، والماس زيها زي اي واحده ثانيه في الام ار، اسود في التي 1 وابيض في التي 2، ولو حقنتها سبغه هتاخد سبغه. يبقى بما ان في ماس هنا اهوت والماس ديت طالعه من الفارنكس وودت البارافارنجيال فات لبره، يبقى الفارنكس اللي احنا بنتعامل معاه دلوقتي هو النيزو اللي هو متصل بالنيزل كابيتال، يبقى اللي انت شايفه دلوقتي اسمه نيزوفارينجيال كارسينوما. ايام زمان كان مهم جدا في هنا اهوت ماسلز اسمها ذا بري فيرتبرال ماسلز، ولما التيومر يكبر غالبا بينفيد البري فيرتبرال ماسلز وبعدين ينفيد السيرفيكال سباين،
فلما كان زمان في جراحة للنيزوفارينجيال كارسينوما كان مهم قوي انك تقول اذا كان في انفيجن اوف ذا ماسلز ولا لا، لكن دلوقتي التريتمنت بتاع النيزوفارينجيال كارسينوما كله مصب على الراديو ثيرابي، وعشان كده الاكستنشنز بقت يعني مش بالاهميه اللي كانت بتاعت ايام زمان، لكن ما زالت بالاهميه ديت في الامتحانات. فانت لما يكون في تيومر كده وانفيد دي المصل النورمال والمصل اللي جنبها از انفلتريتد، ان يو هاف تو سي ذات، وفي نفس الوقت لازم تقول اذا كان التيومر دوت راح للسيرفيكال سباين ولا لا. ساعات يدخل انسايد ذا سباينال كانال ويعمل كومبريشن تو ذا كور في بعض الأحيان. النيزوفارينجيال كانسر الستيجنج بتاعه أعقد شوية من الأورو. الأورو كان سهل أوي، الماس أقل من 2 سنتي ستيج 1، من 2 ل 4 ستيج 2، أكتر من 4 ستيج 3، مشي بره الأورو فارينكس ستيج 4. لكن هنا ستيج 1 اللي هو the tumor is confined to the nasopharynx. ستيج 2 راح للاوروفارينكس او النوز. ستيج 3 راح للبونز او البارانيزال ساينس. ستيج 4 راح في الاوربت او انتراكرينيال. هم دول الستيجنج بتاع النيزوفارينكس. لما تلاقي ماس في النيزوفارينكس، الماس ده هي ممكن تكون على ناحيه وممكن تكون متوسطنه في النص النيزوفارينكس بالظبط. وبالتالي هتكون ميديم تو ذا فات على الناحيه دي وميديم تو ذا فات على الناحيه. تبتدي توصف الماس ده هي بالاكستنشنز الست اللي هما قدام ورا ميديم ولاترال فوق وتحت. تقول ايام زمان ده مش عارف ايه ماس، وبعدين سوبيريلي ذا تيومر انفيريلي ذا تيومر الطريقه ديت ما بقتش دلوقتي يعني مستحبه قوي، لانك بتعيد كلمه التيومر والاكستنشن ومش عارف ايه كذا مره في التقرير، والناس ما بقاش عندها صبر ولا خلق ان هي تقعد تقرا تقرير 3 صفحات، عاوز الخلاصه وخلاص يعني تخلص نفسك. فاحنا بنعمل ايه؟ بنمسك الادي تيومر اهو، فبنقول there is a big nasopharyngeal soft tissue mass centered مثلا على الرايت سايد، وان هي شيء بديهي ان الماس دي هتوبليتريت الفصه الروز المولر والاوستيكيان تيوب وتنفلتريت التورس تيوبس دي اسطمبه بتتكتب على طول، وان هي بتعمل هيتروجينس انهانسمنت ومفيهاش كالسيفيكيشن. دولت عاوز تقيس الطول والعرض ما يجراش حاجه، ميجرين كذا في كذا خلاص. بعدين بقى الماس اكستندنج لقدام، قدام ايه اللي قدام؟ اول حاجه النوز، الحته ديت في النوز اسمها ذا بوستيريور نيريز. البوستيريور نيريز يعني فتحه الانف الخلفيه، اكستنشن انتو ذا بوستيريور نيريز. طيب دولت اسمهم التيروجويد بليتس، والفصه اللي جواهم اسمه التيروجويد فوس. يبقى هنا الليجن دوت دخل في التيروجويد فوصة وكسر الميديال تيروجويد بليت، يعني الميديال تيروجويد هنا مش موجود. طيب كمان اللي شابك في التيروجويد هو التيروجويد ماسلز، يبقى الليجن انفلتريتد ذا تيروجويد ماسلز. اللي بعد التيروجويدز على طول هو الماكسيلري ساينس، يبقى في ايروجن في الوول اوف ذا ماكسيلري ساينس، وممكن يخش التيومر جوه الماكسيلاري ساينس. هنا هو ما دخلش، بس لو دخلت قول الفات بقى، الفات مهم جدا ده، ان الفات اللي هو the infratemporal fossa fat is partially obliterated نتيجة ان التيومر has extended هنا. موضوع الترجومانديبولار رافي والريترومورال ترايجول مش مهمين في النيزوفانكس، مهمين في الاورو، مهمين في الاوروفانكس. يبقى دوت اللي قدام. طيب ايه اللي ورا؟ ايه اللي ورا؟ البريفرتبرال ماسلز، واللي بعد منها السيرفيكال سباين، واللي بعد منها انترا سباينال اكستنشن. فتقول
دلوقتي التيومر سي تي ما يعرفش يفرق المصل من التيومر، لكن الام ار يعرف يفرق الاثنين من بعض. فانت بتقول اذا كان في نوت اكستنشن في المصل او ايروجن اوف ذا سيرفيكال فيرتيبرا. طيب لاترالي لما يمشي لاترالي كده هيقابل بين البارافرنشال سبيس، يا اما يعمل له اوبليتريشن يا اما يعمل له ديسبليسمنت لبره. طيب ميديان لما يعدي كده هيروح الناحيه الثانيه، النيزوفارينجيال كارسينوما عادي جدا ان هي تكروس ذا ميد لاين تو ذا اوبوزيت سايد، يبقى هتقول اذا كان راحت الناحيه الثانيه ولا لا. لفوق وتحت لو نزل لتحت هيروح الاوروفارينكس، لو طلع لفوق هيكسر السكال بيز ويدخل على الانتركرين. هما دولت الاتجاهات بتاعت الايه؟ بتاعت النيزوفارينجيال كارسينوما. طيب الناس ايام زمان بتقول لك مفيش كارسينوما في السن الصغير، لكن دلوقتي زي ما انت عارف وانا قلت قبل كده العيال بتدخن وهي في كي جي 1، فعبال ما يوصل اولى ابتدائي يكون جاله برونكوجينيك ويكون جاله نيزوفارينجيال ويكون جاله. وانا قلت لك ان التدخين مهم جدا في المنطقه ديت، وهو سبب معظم البلاوي بتاعت الابر ريسبيراتوري تراكت. فقالوا لنا والله لما تلاقي عيل صغير وعنده ماس كده في النيزوفارينكس ما تقولش كارسينوما، امال تعمل ايه؟ تقول الحاجات بتاعت العيال. ايه هي الحاجات بتاعت العيال؟ ليمفوما، رابدومايسركوما، معرفش مين الكلام كده. اذا احنا قلنا ان في شويه تيومرز تانيه غير الكارسينوما بتطلع، من ضمنهم الليمفوما، من ضمنهم الميتاستاسيس زي ما انا قلت لك، دولت ماشيين ورا بعض، كارسينوما ليمفوما ميتاستاسيس في اي حته في الايدين دي. وفي كارسينوماز ثانيه اللي هو زي الادينويد سيستيك ومش عارف مين والكلام ده كله. اذا لو انت لقيت ماس كده واحد عنده او واحده عندها 16 سنه هتقول ان في ماس انفلتريتنج نيزوفارينكس على الناحيه اليمين، وقدام عملت كذا كذا، ورا عملت كذا كذا، لاترالي عملت وهكذا. وبعدين تقول والله بما ان سن العيال صغير فانا يتهيألي ان ديت ليمفوما مثلا، يعني هيتاخد منها بايوبس، ممكن تطلع كارسينوما. الكارسينوما ريبورتد لحد سن 13 سنه دلوقتي في البرونكوجينيك وفي الليزوفارينجيال كارسينوما، فما بقتش حاجه مستغربه قوي انك انت تلاقي هذا الموضوع. قلت انا من شويه ان الليزوفارينجيال كارسينوما ممكن تكون في النص، يعني تكون ولا هي شمال ولا يمين. وكنت انا زمان بقول لما تكون في النص تحبذ الليمفوما احسن من بس لا، لما تكون في النص او تكون على جنب تفضل متبت قوي في موضوع الايه؟ موضوع الكارسينوما. طيب افرض كان معاها بلقي ليمفادينوباثي برضه لا، يعني كنت انا زمان برضه بقول لما يكون بلقي ليمف نودز وموشنس وبتاع انت حبذ الليمفوما اكتر من الكارسينوما، لا برضه دلوقتي لا، انك انت تلاقي بس في النص كارسينوما، تلاقي بالكي ليمف نودز كارسينوما، يتاخد منها بايبس طلعت ليمفوما انت مالكش. لكن لما نيجي للدسكشن ايه هو الديفرنشال دايجنوزس؟ اه ليمفوما ميتاستاسيز معرفش مين الكلام اللي احنا اتفقنا عليه. طيب عندنا بقى الرابدومايسركوما. الرابدومايسركوما منتشر قوي في الهيدن دينيك، ولكنه از بيدياتريك تيومر، يعني معظم الليجنز بتطلع تحت سن 12 سنه. ما يمنعش ابدا ان يكون في واحد كبير وجاله رابدومايسركوما، لكن موست اوف ذا تيومرز ار ابير بيفور الايدج اوف 12 سنه، يعني بيكون في الاطفال. الرابدومايسركوما بتطلع في الاورد والنيزوفالكس والبيتروس والساينسز، واي حته في الهيدن دينيك فيها ماسلز ممكن تطلع رابدومايسركوما. طيب انت لقيت فيه بنت 6 سنين وعندها ماس، والماس دهيت طالعه من الوول اوف ذا فانكس وزقت البارافرينجيال فات لبره، انت عارف ان الكلام دوت في الادلتس اسمه نيزوفارينجيال كارسينوما، لكن في الاطفال اللي هم كده اهوت فانت عندك واحد من اثنين، يا اما ليمفوما يا اما رابدومايسركوما. الليمفوما
زي ما الكتب كلها متفقة لحد دلوقتي بيكون معاها لينف نود. الرابدوميسركوما بتميتاستسايز بالبلاد ستريم، فنادر قوي لما يكون معاها لينف نود. فإذا أنت لقيت ماس في الفارنكس في عيل صغير ومعاها لينف دينوباثي تحبذ الليمفوما، لقيت مفيش ريحة الليمف نودز في القضية تحبذ الرابدوميسركوما. ادي كل الايه القضيه. فاحنا عندنا هنا بنت عندها 10 سنين وعندها سور ثروت وعندها كحه وعندها سنورنج وعندها هوسنس اوف فويس. عملنا السي تي والام ار طلع فيه بيج ماس ليها علاقه بالفارنكس وطلعت لقدام راحت لبره وجت لجوه عملت كل حاجه. Then if you look in the scan ودورت هنا وفي بقيه الاسكان لحد لما توصل الى الثراسك انلت ما لقيتش ليمف نودز او لقيت حاجات تافهه كده، يبقى انت في الواقع او في الغالب بتتعامل مع رابدوميسركوما. لقيت ليمف نودز شمال يمين بتاع كده اهوت، يبقى انت غالبا بتتعامل مع الليمف نودز. And this is رابدوميسركوما. الرابدوميسركوما ديت لو انت بصيت على الفات هتلاقيه ميديال دي، يعني هي طالعه من بره، يعني طالعه ممكن تكون طالعه من الباروتيد او تكون طالعه من الترجويدز او تكون طالعه. المهم there is a big mass في الحته دي في حد صغير في السن، هم دولت الموجودين بالنسبه لنا في التشخيص اللي هم الليمفوما والرابدوميسركوما. الرابدوميسركوما بتعمل ميتاستاسيس باي بلاد ستريم وبتروح لللنج والبونز. الديفرنشال اللي هو شغال على طول بس مش مقبول بسبب السن الكارسيلوما الانجيوفايبروما هنقولها دلوقتي وليها سيمتومز معينه وليها مكان معين، والليمفوما طبعا من ضمن الديفرنشال بتاع الحاجات دي. طيب هل النيزوفارينكس فيها حاجات بناين؟ ايوه طبعا، من اشهر الحاجات البناين اللي هو اسمه تورن وردت سيست. السيست دوت موجود بالظبط ان ذا ميد لاين ما بين المصلتين دول، والسيست زي اي سيست في الدنيا مليان ميه، اسود في التي 1 وابيض في التي 2. في بعض الاحيان بيكون في ميوكس فبيكون مبيض شويه في التي 1 ومبيض شويه في التي 2. ليه انا بنقول البتاع دوت وهو يعتبر انسيدنتال فايند، يعني لا يستحب انك تذكره في التقرير خلاص، بس طبعا في الامتحان لازم تذكره لان الناس بتانتربريت دوت على انه كارسينوما اندوسكوبيك وفيرزر ايفالويشن باي ام ار اي و والكلام ده كله، which is not، لان السيست دوت عنده مكان ثابت وشكل ثابت، فلما تبص عليه في الام ار ممكن تلاقيه مبيض شويه في التي 1 عشان في ميوكس، وتلاقيه مبيض قوي في التي 2 لكن مكانه زي الكولويد كده. الكولويد موجود في الانتيريور بارت اوف ذا ثيرد فنتريكل ميد لاين ان لوكيشن، ان شاء الله يركبوا عفريت هو كولويد. نفس الحكايه دوت موجود هنا ما بين المصلتين دول في الميد لاين بتاع النيزوفارينكس، هو تورن وردت سيست انسيدنتال فايند. من الحاجات اللي بتطلع في النيزوفارينكس في الاطفال الادينويدز. الادينويدز مش محتاجه فك ولا حرق، انت بتعرفها من البلين اكس راي. فلما تعمل لاترال اكس راي تو ذا سكال بتلاقي النيزوفارينكس بقى مضغوط كده ورفيع نتيجه انلارجمنت اوف ذا ادينويد. وممكن لو عملت ام ار اي ولا بتاع تشوف الموضوع. And this is considered normal، يعني مش normal يعني، لكن This is a benign finding في الأطفال الصغير. النيزوفارينجيال أنجيوفايبروما is a benign tumor. Hypervascular lesion موجود in the nasopharynx. هذا التيومر بيطلع في مكان معين وبيمشي في حتت معينة، يعني هو يعني ثابت ما عندوش شمال يمين. المكان اللي بيطلع فيه عند الفوريمن ده. الفوريمن دوت اسمه اسفينو بالاتاين فورين.
ان شاء الله بعد لما تطلع المحاضره بتاعت السكار بيز مش هتطيق نفسك من اسامي الفرامل، كميه رهيبه جدا من الفيشرز والفرامل والسبيسز والكلام ده كله. لكن انت مش هيجي على ايامك الكلام دوت، فكويس. ما بيقولوا ان بعض الناس في الجامعات اللي فيها مسؤولين عن وضع الامتحان، اول ما بيلاقوا محاضره جديده نزلت تروح جايبينها في الامتحان، فبيقولوا لي ما تنزلش الاسكالبس دلوقتي عشان ما تجيش في الامتحان. بس ده شيء كويس انك انت طالما في مستند تعرف تكتب منه الاجابه، حلو قوي. لكن لما انت تيجي تبص في جلده المجله الاعداد اللي لسه هتطبع بعد 10 سنين، وتروح منقي عنوان من اللي في الجلده اللي هيجي مثلا سنه 2021 مثلا يعني، وتجيبه في الامتحان، فانت ما عندكش مستند تجاوب منه على الكلام ده. المهم، يبقى السنتر بتاع النيزوفارينجيال بيبقى عند الفوريمن دوت اللي هو اسمه سفينو بلاتاين فوريمن. وبما ان هي طلعت هنا فبتدخل جوه النوز وبتنزل جوه الفارس. And this tumor is hypervascular and the mental angiography بتلاقي عنده significant tumor vascularity و tumor blush والكلام ده كله. And the most common presentation هو lipostasis. وهذا التيومر is almost confined للولاد. يعني according للliterature ما بيجيش تقريبا في البنات، لكن طبعا لما تدور دلوقتي على الانترنت هتلاقي حالتين ثلاثة ريبورتد في الفيميلز. المهم، يبقى عندنا ولد وسنه حوالين 20، يعني 15 16 17 20 21 حاجة زي كده، وبريزنتنج باي ابستاسيس، وعنده نيزوفارينجيال ماس سنتر على السفينوبلاتاين فريم، والماس از هايبر فاسكولار يعني متحينها سابقه تنهانس بحرقه شديد، وعندها تو اكستنشنز لا تحيد عنهم، يعني الماس دي لما تكبر تروح في حتتين، تطلع لفوق جوه السفينويد ساينس وتمشي لبره في السبيس ده. السبيس دوت اللي هو الموجود ما بين الماكسيلاري ساينس وما بين التيريجويدز اسمه تيريجو بالاتاين فوس. تيريجو بالاتاين فوس، يبقى الفوريمن اسمه سفينو بالاتاين والفوصة اسمه تيريجو بالاتاين. ومن شوية جبنا سيرة الفوصة دوت اللي هو اسمه ايه؟ تيريجويد فوصة اللي ما بين التيريجويد بليدز. ومن شوية جبنا سيرة الفوصة دوت وقلنا عليه انفرا تمبرال فوس، صح ولا ايه؟ صح. يبقى الماس دي بتخرج لبره كده في الحته ديت في الانفرا تمبرال فوس ثرو ذا تيريجو بلاتاين فوس. وفي الكورونال تلاقي طلع تيومر جوه الايه؟ السفينويد ساينس. هم دول الاكستنشنز المعروفه جدا بتاعت هذا التيومر. يبقى التيومر بيطلع عند السفينو بلاتاين فريمين، بيجي في الولاد تقريبا بس، هايبر فاسكولار، بريزنتس باي ابستاكسيز، عنده نيزل كومبوننت وعنده فارنجيال كومبوننت، بيكستند لبره ثرو ذا تيرجو بالاتاين فوسا، خط رفيع جدا ده اللي ما بين الماكسيلاري ساينس والترجويد، هو دوت التيرجو بالاتاين فوسا. وفي الكورونا بيطلع لفوق ثرو ذا اسفنويد ساينس. And this is another example. Male, 15 سنة وعنده soft tissue mass متسنترة على الريجن بتاعت السينو بلاتاين فريم، وعندها nasal component وعندها pharyngeal component. هتقول لي مش انت لسه قايل بتطلع في التيرجو بلاتاين؟ طب ده مش مطالع في التيرجو بلاتاين. ايوه، يعني لما يكبر وينتشر ويستفحل يخرج كده ويطلع لفوق. لكن اف دوه سفيف لسه والعيان ريزلتس ايرلي وكده، خلاص هتلاقيه في النيزوفارينكس بس زي ده كده. لكن هنا التيرجو بلاتاين كويس زيه زي الناحيه الثانيه، مفيش اكستنشن للتيومر في الحته دي. تيجي بقى في الكورونا
لما تعمل كورونال هو معجب جدا 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 بالسنوات ساينس، يعني يحب قوي يدخل جوه بالسنوات ساينس. عشان كده في السكال بيز دوت يعتبر واحد من التيومرز بتاعت السكال بيز، يعني هو بيأفكت زيه زي النيزوفارينجيال كارسينوما لما تنفيد السكال بيز، ودوت لما يجي ان شاء الله وعن الله نتكلم عنه. And this is a lesion 11 سنة mass، عندها component في النوز، عندها component في الفارينكس، وفي الكورونال the lesion is extending into the sphenoid sinus، the mass is hypervascular and enhanced. نيجي بقى للأورو، احنا لسه بنشتغل في الحتة ديت اللي هي بتاعت الفارينجيال ميكوزال سبيس. الاوروفارينكس زي النيزوفارينكس 98% من الليجنز كارسينوماز، 80% سكويموس سيل، والباقي بقى الليمفوما مش عارف مين والكلام ده كله. لكن في النيزوفارينكس في الاوروفارينكس اللي هو اللي انت شايفه دوت، في ستراكشر مهم جبنا سيرته امبارح اللي هو التونسل. والتونسل لما تبقى انفليمد سواء في الكبار او في الصغار بتبقى عاملة زي ما انت شايف كده، فبتبقى التونسل كبيرة وبتبقى سودة في التي 1 وبيضة في التي 2. وانا قلت لك في الانفكشن ان العلامة الرئيسية بتاعت التونسلايتس انك انت لما تحقن صبغة تلاقي التونسل مخططة بالعرض، قلت لك هذا الكلام، لكن هفكرك بيه برضه. This finding is very important، لان اي حاجة هتصيب التونسل هتكبرها وتعمل نفس المناظر كده، جايز تكون يونيلاترال، جايز تكون بايلاترال زي في الليمفوما مثلا، الليمفوما بتكبر التونسل الناحيتين. لكن الفصل في الموضوع انك انت تلاقي التونسل مخططه بالعرض. لما تحقن التونسل صبغه ويكون فيها تونسلايتس تلاقيها متخططه بالعرض. فانت عندك هنا تونسلايتس وعندك الناحيه الثانيه تونسلر ابسس. احنا الكلام ده هو قلناه قبل كده. ايه اللي انت بتلاقيه في الـ في الـ في الايمجينج؟ ان التونسل كبير، ان التونسل تلمس الناحيه الثانيه اللي احنا قلناها كيسنج تونسلز جبنا سيرتها. الانهانسنج لينير دنسيتيز ان ذا تونسل، اي حاجه ثانيه ليمفوما كارسينوما ميتاستاسيز ما بتعملش لينير انهانسنج. ساعات يكون في فلويد كولكشن لو تحولت الى ابسس، ودوت هيدخلك في المتاهه بتاعت اذا كان ده نيكروتيك تيومر ولا لا، لكن مجرد ان الناحيه الثانيه متخططه كده فانت بتعرف ان ديت تونسلايتس. والانفلاميشن طبعا بيعمل ستراندنج اوف ذا فات، وساعات يكبر الليمف نودز اللي على ناحيته اللي احنا سميناها رياكتيف ليمفادينوما، ودوت المنظر بتاع التونسل المتخططه. And this enhancement pattern بيتشاف في الـMR، بيتشاف في الـCT، ملوش دعوة خالص بالمالينس. طيب تيجي بقى للأوروفارينجيال كانسر. احنا قلنا الأوروفارينكس اللي هو المنطقة ديت كده من قدام البيز اوف ذا تانك اللي اتكلمنا عليه امبارح، من على جنب كده الايه الفرصة بتاع التونسل. فأي ماس هتطلع في الحتة ديت يكونسيدر مالجنت، لأن 98% كارسينوماز بغض النظر عن الأوريجن. هل هي في البيزو داتا وسرحت للتونسل؟ هل هي في التونسل وانفيدد البيزو داتا زي ما شفنا امبارح؟ ده ودوت سيان. المهم انك انت تقول ان there is a mass enhancing mass infiltrating the base of the tongue and extending into the para in the left lateral wall of the oropharynx involving the tonsillar fossa. وطبعا اللي انت شايفه هنا دوت عباره عن ايه؟ metastatic lymph node. metastatic lymph node ده المالجنسي ودوت الميتاستاسيس. ليه دوت مش خراج؟ لان في مالجنسي هنا اهو، والسايت دهوت one of the sites of lymph nodes في الليك. احنا قلنا ان في submental وفي submandibular، حوالين السبمانديبولر دي lymph node ديت، والتانيه دي برضه lymph node،
وفي ديب سيرفايكال تحت الستينوماستويد مثلا، هما دول الأماكن بتوع الليمف نودز المعروفين. Another case عندنا soft tissue mass اللي انت شايفها متشاور عليها بالأسهم infiltrating the floor of the mouse، وراحت على الناحية الشمال وراحت على الناحية اليمين، واللي انت شايفه ده هو لازم يكون metastatic lymph node، metastatic necrotic lymph node. الناحية التانية في فسفيس كده صغيرة، وفي نوع فسفيس ديت اللي ممكن يكونسيدر ان هم دولت ايه الرياكتيف نود، وده الكاروتيد ودوت الانترنال جاجولار طبعا، وهنا الليمف نود ديت زقتهم كلهم على جنب. And this is another lesion. عندنا soft tissue mass في الحتة دي وانفلتريتد السوفت بالت. السوفت بالت اللي هي ديت اللي بتفصل الاوروفارينكس من اللارينكس بعد شويه لما هنتكلم عليها. والماس ديت از انسيبرابل فروم ذا فلور اوف ذا ماوس وانسيبرابل من السوفت بالت، وكذلك انفلتريتنج ذا تونسيلر فوسا. يكونسيدر تونسيلر كارسينوما، بيزول ذا تانج كارسينوما، سوفت بالت كارسينوما، المهم اند از مالجنت ليجن في الحته دي. تيجي بقى للدور بتاع البيت سكان. زي ما قلت لك انا المره اللي فاتت ان البيت سكان ما هواش كبار قوي في الحته دي، لان انت اصلا مشكلتك الاصليه انك عاوز تفرق الانفكشن من التيومر. الانفكشن ميتابوليكلي اكتف والتيومر ميتابوليكلي اكتف. في ناس بقى بتفرق وتحرق، يقول لك بص انت تيجي على التونسل وبعدين تقيس الستاندرد ابتيك فاليو اللي هو الاس يو في في الشمال وفي اليمين، وبعدين تعمل ريشيو، واذا كان الريشيو اقل من كذا يبقى ده نورمال، واذا كان اكتر من كذا يبقى مش نورمال، والكلام اللي هو ده. طبعا انت عشان الكلام ده بره ماشي، ان المريض مش هو اللي بيدفع، لكن هنا هو المريض هو بيدفع 5000 جنيه عشان تقول له اصل انا هعمل ريشيو وبعدين اشوف وافرق واحرق، وبعدين اقول لك اصلنا احنا مش متهيئ لنا قوي ده شكله ومش شكله. لا ما فيش حاجه، في حاجه ارخص من كده بكتير، ان انا احط المنظار واخد عينه واخلص نفسي وانا اشوف اذا كان ده فعلا مالجنت. لكن ده هو فيسيولوجيك ابتيك في التونسل، واحده من الاكتف ليمفويد تيشو في الجسم اللي بتعمل ابتيك عادي. لكن لما يكون فيها تيومر مثلا هنا اهوت، ده السي تي ودوت البيت سي تي، عندنا هنا اهوت ماس ان ذا لاترال اسبيكت اوف ذا اوروفارينكس، والماس عملت سترونج ابتيك، والناحيه الثانيه ما فيهاش ابتيك او فيها فيسيولوجيك ابتيك اللي هو الخفيف ده، وفي هنا ميتاستاتيك نود اللي انت شايفها ديت اللي هي منوره قوي قوي زيها زي التيومر. If this is a reactive lymph node مش هتعمل كده، مش هتبقى strongly فيها metabolic اكتر. طيب جيت انت عملت سي تي لقيت ماس بالجن كده في الاوروفارينكس، مين دوت يا ابني؟ كارسينوما. جاب السيجاره لسعك بيها كارسينوما، خلاص انا بقى مش انت بقى من نفسك كده تتبرع وتقول ليمفوما ميتاستاسيس مش عارف كارسينوما، خلاص. طيب ايه اذر بوسيبيليتيز يا ابني؟ ليمفوما ميتاستاسيس معرفش مين الكلام ده. طيب يبقى اذا لو في عندنا ماس in the region of the tonsil اللي هو the lateral wall of the oropharynx، والماس ده هي ممكن تنفيد التونج زي ما احنا اتفقنا، تكسند في الصوت البلت وترجع لورا نفس الاكستنشنز بتاعت اللي فوق اللي هو النيزوفارينكس، يعني تطلع قدام ترجع لورا تخش ميديا تروح لاترال تطلع لفوق تنزل لفوق نفس الحكايه. طيب هنا اهوت عندنا soft tissue mass in the right tonsil، والناس ده الماس ديت از هيتروجينس انهانسد وبليتريتد البارافارينجيال فات، وجايز يكون في هنا كمان ستاتيك ليمف نود. ايه دوت يا ابني؟ كارسينوس. تعالى بقى لما تكون الماس نيكروتيك، يعني لما تعمل سي تي او ام ار
وتلاقي marginal enhancement كده في الوقت دوت، بتخاف من الانفكشن. يعني مش بتخاف من الانفكشن، بتخاف من التيومر، لان الانفكشن بيعمل كده والتيومر بيعمل كده. ساعتها بقى يجي الدور بتاع الديفيوجن. الديفيوجن زي ما احنا اتفقنا، في التيومر بيبقى فري وفي الانفكشن بيبقى ريستريكتد. يعني في الديفيوجر ويتد ايمج بيكون مسود، وفي الاي دي سي بيكون مبيض، يعني فري ديفيوجن. اما لو كان دوت بارافارنجي الخراج فهيكون هنا مبيض وهنا هو ايه مسود. خلاص، يبقى اذا الديفيوجر مهم جدا في الحته اللي فيها نكروتيك تيومر. لما اتكلمنا عن الانفكشن قلت لك ان السكويموس سيل كارسينوما في الحتة بتاعت الفارينكس والطنج والمكان ممكن تبقى زيها زي الانفكشن بالظبط، مارجنال انهانس. ازاي تفرق بين الاثنين؟ الكلينيك، اول حاجة الكلينيك، وبعد كده تشوف المناظر بتاعت التيومر او الليجن يعني، ويا ريت يكون في ديفيوجن، يا ريت يبقى حاجة هايلة جدا عشان نقدر نفرق الاثنين من بعض. Most of the nasopharynx with oropharyngeal tumors are not hypervascular. لكن في بعض الأحيان بتكون كده، مثلا الليجن دوت is hypervascular، ولو أنت بصيت هتلاقي إن هو bulging في الأوروفارينجيال وول، والبارافارينجيال سبيس فات طلع لبره، يعني معنى كده إن this is oropharyngeal carcinoma. And this is المثل اللي انت شفتها قبل كده، كانت في النيزو وممكن تنزل لحد الاورو فارنس ومعاها بالكي لينفادينوباثي. ايه دوت يا ابني؟ كارسينوما. ايه other possibilities؟ لينفوما متاستاتيك. طيب، and this is mass in the oropharynx. الماس لونها اسود في التي 1 ولونها ابيض في التي 2، ولما حقنها صبغه خدت صبغه. والماس is encroaching on the oropharyngeal wall. والماس infiltrating the floor of the mouth. ومعاها lymph node قد الحمار، ولمف نود الناحيه الثانيه قد المعزه مثلا يعني. خلاص؟ ايه دوت يا ابني؟ اوكي. كارسينوم. خلاص، دي other possibilities lymphoma metastasis. خلاص، and this was proved ان هي B cell lymphoma. دي الليمف نودز اللي قد الحمار اللي باينه في الكورونا، ودولت الليمف نودز اللي قد المعزه والارنب مثلا يعني، عشان تفتكر. طب انت عارف الكلينيشنز بقى ما بيفتكرش اي حاجه الا الحمار والمعزه، تخيل. قال لك هو ده الكلام اللي بيدخل في النافوخ، اما بقى تعيد وتزيد وتقول لي مش عارف ايه وبتاع، كل ده بيتسرب بعد كده. المهم احنا عندنا هنا التونسلز على الناحيتين كبار، وواحده منهم اكبر من الثانيه، وفيه ان هو ليمف نود اللي انت شايفها هنا ديت كده. طيب التونسلز ديت تونسلايتس بعون الله ولا تيومر بعون الله؟ خلاص؟ ما عاوز صبغه، صح؟ طيب ده يقول لك هو التونسلايتس بيبقى معاها لينفادينوباثي؟ طبعا طبعا. مش يقول لك شوف الحيل بتاع اللوز، يعني في لينف نود بتاعته. اذا هاو كان يو جادج الموضوع دوت من غير فرق ولا حرق؟ إذا كان في صبغة خير وبركة، ما فيش صبغة تطلع البيوبسي. البيت سكان ملوش علاقة خالص بهذا الإيه؟ بهذا الموضوع. طيب، نيجي العيان دوت عنده ماس هنا. هنا دوت اللي هو مين؟ المكان بتاع التونسل اللي هو لاترال أوروفارينجي، ده الأوروفارينكس اللي هو الحتة ديت كده، والأوروفارينكس متبطط لأن في تيومر هنا. اللي هو مبيض في التي 2 وخد صبغه لما حقنا صبغه وبعدين بقى عامل كده. عامل كده دوت يعني ريستريكشن ولا فري؟
ده فريد، انت بتقول فري عشان مكتوب عليه ان هو تيومر صح ولا ايه؟ ده حضرتك الاي دي سي وده الديفيوز، يبقى ريستريكت صح كده، يبقى ريستريكت. طيب وفي البيت سكان؟ نعم، ما هو الديفيوجن عفش جدا في الهيدن ديليك، وحش قوي يعني، الصور بتاعته ما بتكونش قد كده في الهيدن ديليك، لكن ده لسه هيبقى شكله فظيع جدا في اللارينكس، بس فيري انفورماتيف. المسورة الديفيوجن شكلها عامل ازاي؟ يعني ده الديفيوجن ولا الاي دي سي؟ ده الاي دي سي باين عليه، وده هو الديفيوجن بتاعه، لكن ده الصوره ديت من يعني اسف يعني باد كواليتي، انها لا ترقى الى اي واحده من دول صح؟ يعني ما تنفعش تكون فلير مثلا او حاجه زي كده. طيب اذا ايه العمل دلوقتي؟ ان في تيومر ايه؟ ويقصى. طيب ممتاز، ده معناته يا جماعه ان ما فيش حاجه مقدسه، يعني دوت مش قران كريم. ان المخترعات الادميه قابله للاستثناءات، لكن ربنا سبحانه وتعالى نزل قاعده من 1400 سنه خلاص هتفضل لحد يوم القيامه ما حدش يعرف يكسرها بتاتا، لان اللي نزلها هو اللي خالق الكون وهو اللي عمل القاعده اصلا. اما انا فننت كده من دماغي شفت 70 حاله كلهم بيعملوا ديفيوجن مش عارف ايه وبتاع، فرحت مطلع القرار ان كل البتاع، رحت طلع لي واحد كده قال لك اه ما هو استثناءات ومش عارف ايه والبتاع واذ لربما ومش لربما والكلام ده. اذا في الاخر خالص احنا عندنا مشكلتين، مشكله اصليه اللي هي الانفكشن، ومشكله اصليه ثانيه اللي هي التيوم. عندنا طرق بنحاول نحل بيها المشكله، الكلينيكال والانهانسمنت والديفيوجن والبيت سكان والعفريت سكان، في الاخر خالص مش هنعرف في جميع انحاء العالم كده، مفيش تريتمنت من غير هيستوباثولوجي. يعني تريتمنت على الخيال ده عندنا في الدول المتخلفه، اللي هو انت تشوف العيان تقول اه ده شكلها كده كارسينوما، احنا نديلك جلستين ثلاثه كيماوي على جلستين ثلاثه اشعاعي عشان نعمل تيومر داون لود او داون جريد ولا ما اعرفش ايه ولا اي وحسه من الكلام ده، ما بيحصلش طبعا بره، هذا الكلام غير قابل لل نعم للروتين. الديفيوجن روتين في الهيدن دينيك بره روتين، ولكنه هنا مش بالطلب بس، بالخناق عشان يتعمل، يعني لازم تتخانق مع الفني ومش عارف ايه عشان يرضى يعملها كده. نيجي للسبيس اللي بعد كده اللي هو اللاترال اسبكت بتاع الديب لوب بتاع البراطن، ودوت جبنا سيرته واحد امبارح وقلنا ان الديب لوب بتاع البراطن حكمه زي البراطن نفسها، فبيطلع فيه تيومرز زي التاني وبيجي فيه انفكشن زي التاني، اللي هما ايه بقى؟ من ناحيه البناين البليومورفيك ادينوما والورتون تيومر، من ناحيه المالجنسي الميوكو ايبيدرمويد والادينويد سيستيك كارسينوما والليمفوما صح كده؟ طيب يبقى اذا لو احنا لقينا فيه ماس، والماس ده هي بزقه الفات لجوه، يعني معنى كده انها طالعه من الديب لوب اوف ذا باروتيد جلاند، عرفنا نميز ما بين البناين والمالجنانت خير وبركه، ما عرفناش نميز بين الاثنين سوف نلجا الى البايبس. And this is an example. There is a mass in the deep lobe of the parotid gland. والناس ده هي سودة في التي 1 وبيضة في التي 2، وانا قلت لك امبارح بيقولوا لما تكون الناس مبيضة في التي 2 يعني فيها ميه كتير، يعني towards the benign side. ولو كانت مش مبيضية في التي 2 يعني معناها انها ما فيهاش ميه كتير، يبقى ناحية المالجنس. وفي الاخر خالص برضه نفس الحكايه، يو ويل بايوبسي ذيس ليجن تو كونفيرم
ده diagnose right. الماس دي شفناها جايز امبارح في الباراطيد superficial lobe يعني it's not extending into the deep lobe وده البارافرينجيال فات كويس وعرفنا بالبيوبسي ان this mass was adenoid cystic carcinoma of the parotid gland. ماس تانية في الباراطيد جايز تكون دخلت in the deep lobe of the parotid gland lateral to the parapharyngeal fat بالبيوبسي طلعت ميوكو ابيدرمويد كارسينوما. ماس تانية in the superficial lobe extending slightly into the deep lobe of the parotid gland lateral to the parapharyngeal fat طلعت ميوكو ابيدرمويد كارسينوما. والماس دي شفناها برضو اللي في huge mass على right side of the pharynx obliterated the parapharyngeal fat طلعت بالبيوبسي adenoid cystic carcinoma. نيجي بعد كده للسبيس رقم 3 اللي هو الانترولاتر. الانترولاتر الاسبكت انت مش محتاج الفات لان الاناتومي واضح والاوريجن بتاع الليجن بيكون واضح جدا فانت مش محتاج الفات هنا هو في حاجه. ايه الحاجات اللي هتطلع انترولاترال؟ حاجات من المانديبل، حاجات من المسلز، حاجات من الماكسيلاري سايد، كل دولت واضحين جدا في الاناتومي. فمثلا ادي اوستيوساركوما اوف ذا مانديبل، سان ري سبيكيليشنز ما اعرفش مين الكلام كده. ما انت مش محتاج تشوف الفات ولا تشوفه راح فين عشان تعرف ان ديت اوستيوساركوما اوف ذا مانديبل. مثلا دوت عيان عنده برونكوجينيك كارسينوما وجاله ميتاستاسيس في المانديبل. ففي ماس وديستروينج المانديبل وانفلتريتنج الماسيتر وانفلتريتنج التريجويد وانكروتشنج على البارافرنجيال فات. بس الفات هنا مش مهم لانك انت عارف كويس قوي ان ذيس از ديبوزيت من البروكوجينيك كارسينوما. مثلا ده عيان عنده رابدومايساركوما بالبايوبس. الرابدومايساركوما انفلتريتد الباكالي سبيس اللي انا قلت لك عليه قبل كده وانفلتريتد جزء من الماسيتر ماسل وانفلتريتد التريجويد ماسل وانكروتشد على الفات. بس انت مش محتاج الفات يعني عشان تقول ديت اوريجينيتنج من الكلام اللي انا قلته من شويه. And this lesion was proved by biopsy to be rhabdomyosarcoma. تيجي بقى للسبيس الاخير اللي هو انت محتاج الفات فيه. السبيس دوت اللي هو في الحته دي اللي هو اسمه the carotid space اللي هو فيه الكاروتيد والانترنال جاجولار والكرينيال نيرفز من 9 ل 12 واللينف نودز. الكرينيال نيرفز ما بتبانش والليمف نودز ما بتبانش الا لو كانت كبيره. فهيتبقى لك بالظبط الاثنين دول بس. السبيس ده في الاناتومي السبيس ما بين المانديبل والسيرفيكال سباين مقسوم نصين عن طريق الستايلويد بروسس. الستايلويد بروسس بيقسم السبيس دوت الى حته قدامه وحته وراه. الحته اللي قدامه هي بتاعت الباروتيد. الحته اللي قدامه بتاعت الباروتيد اسمها الحته ديت اسمها ستايلو مانديبولار تانل او اسمها بري ستايلويد سبيس يعني السبيس انتيريور تو ذا ستايلويد. وبالتالي الحته اللي وراها هيكون اسمها ريترو ستايلويد سبيس او الكاروتيد كانال. يبقى يا اما ده بري ستايلويد او ستايلو مانديبولار تانل ودوت اسمه ريترو ستايلويد. واللي انت شايفه هنا ده الريترومانديبولار فين اللي انا قلت لك عليه. بيبقى باين كويس قوي في السي تي ما بيبانش حلو في الام ار. الماسز اللي هتطلع في الحته ديت هتزق الستايلويد لقدام وهتزق الفات لقدام. طيب ايه هما الماسز الثلاثه اللي بتطلع في المنطقه دي؟ الجلوماس واللينف نودز والنيوروفايبروما اللي طالعه من الكرينيال نيرفز اللي احنا قلنا عليه. الجماعه دولت لو طلعوا كده ورا الفات هيزقوا الفات لقدام ويزقوا الستايلويد بروسيس برضه لقدام. طيب يبقى احنا عندنا كام ليجن؟ ثلاثه اللي هو النيوروفايبروما او الشوانوما والجلوماس والليمف نود.
الفرق بين النيوروفايبروما والجلوماس في الفرق في الانهانسمنت. يعني الجلوماس منور قوي 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 جدا، والنيوروفايبروما على قد حاله، في الانهانسمنت على قد حاله. طيب يبقى انت لو انت جيت بصيت كده ولقيت ان في ماس في الكاروتيد سبيس وزقت الفتل لقدام وزقت الستايلويد لقدام ولقيت الانهانسمنت بتاعها زي ما انت شايف كده متواضع، والشوانومز بالذات عندها سيستيك كومبوننت، معظم الشوانومز بتكون towards the cystic side. الشوانومز the most common of parapharyngeal tumor على الاطلاق، قصدي النيوجينيك يعني التيومرز اللي بتطلع في الحته دي الشوانوما اشهر واحد فيه، وهي بتمثل 55% من النيوجينيك تيومرز، ومعظمهم بيبقى طالع من الفيجاس. الفيجاس هو اللي بيطلع الاثنين مع بعض، بيطلع الجلوماس مش الفيجاس نيرف يعني الحاجات اللي حواليه، وبيطلع الشوانوما، وهما الاثنين بيزقوا الفتل قدام. والايدج انسيدنس ما هوش مقدس قوي، لكن هو دوت اللي معانا. البيشنتس بيبرزنت باي بين لسماس ان ذا لاترال نيك، زي اي حد تاني. السي تي هيوري لك سوفت تيشو ماس، ساعات يكون فيها سيستيك تشينجز او هيتروجينس انهانسمنت، مشهور قوي في الشوانوما. فلو انت جيت بصيت كده هتلاقي ده الستايلويد بروسس راح لفين؟ لقدام. مرة كنت بدي محاضرة للجراحين، أنا بتوع الحتة ديت يعني، قال لي هو الستايلويد دوت يعني بلاستيك، أي حاجة كده تزقه لقدام مش بيتكسر؟ رد بلاستيك وينفع يتزق؟ ما ينفعش، ما مزقوق أهو. نعم مكسور ومزقوق صح. بص يا سعادة الرئيس، النيوروفايبروما ده بناين ولا مالجنان؟ بناين، سلولي جروين ليج، طلع كل شويه يكبر يزق الستايلويد حبه، يكبر يزق الستايلويد حبه، يكبر يزق الستايلويد حبه، لحد لما بقى في مسافه. بس ادي كل الحكايه، يعني مش مثلا ايه راح طالع عيس فجأة راح قطم الستايلويد ورماها قدام، مفيش كده. طيب اذا الفات طلع لقدام والستايلويد طلع لقدام، يبقى الليجن ده هو في الكاروتيد سبيس. الليجن دوت مش انهانسنج، يعني زي ما انت شايف كده مسود، ولما حقناها سوا خلي بالك النيوروفايبروما بتنهانس ببطء، يعني تشوفها بعد شويه، لكن انت في الجلوماس في الارتيريال فيز لو انت حائل ومصور بسرعه تلاقي الدنيا كلها منوره على الاخر خالص. طيب فين احنا مش عارفين نشوفهم هنا؟ ممكن يكونوا دولت، لكن ده ناحيه النورم، دولت الكاروتيد والانترنال جاجولار، وده الستايلويد بروسس، فهم بيكونوا وراء شويه، قد يكون هنا في المنطقه دي. طيب and this is by MRI، عندنا ماس بالفات طلع لقدام، وقد يكون هو ده الستايلو، قد يكون مش متاكدين، عشان كده بقول لك انا السي تي ابدع عشان الاناتوميك ديتيلز. والماس ده في تي 1 وبيضه في تي 2، ولما حقناها سابها عملت انهانسمنت زي ما انت شايف كده، والانهانسمنت واضح هنا عشان في فات سبشن طبعا. And this is another example، دوت الستايلويد وده الفات وده الليجن وراه، وده كملت الليجن لتحت، يعني عنده سوليد كومبوننت وعنده سيستيك كومبوننت، والسيستيك كومبوننت مشهور جدا في الشوارع. نيجي هنا دوت الليجن من غير سبب، دوت الليجن بعد لما حنا سبب، هنا مفيش سبب في الكاروتيد، هنا في سبب في الكاروتيد، ودوت الليجن باي ام ار. لو كان ده جلوماس تيومر لازم يبقى زيه زي الارتري والبي، يعني منور قوي قوي زي ما تشوف دلوقتي.
بما ان هو الانهانسمنت فيه ضعيف زي ما انت شايف كده، يبقى احنا بنتعامل مع مين؟ مع الشوانوما اللي هو السكند بوسيبيليتي. حد هيقول لك طب ما ليه دولت مش لينف نود؟ هقول لك دلوقتي، لان اللينف نود زي الكيبروتيد ما بتكونش لوحدها، يعني ما يكونش فيه لينف نود قد كده وكل اللينف نودز اللي في الهيد اند نيك بتتفرج قاعده ما بتعملش حاجه. المنطق بيقول كده، يعني سيبك من الطب وسيبك من الاشعه والكلام ده كله، المنطق بيقول لما يكون في لينف نود تكون في شويه، ويكون في واحده شمال واحده يمين، واحده كبيره واحده صغيره كده، لكن واحده كبيره قوي والباقي كله مش هنا في المصيف مثلا في الساحل الشمالي زي ما كل الناس دلوقتي موجوده، مفيش الا انا اعمل معادله بالكترون. وانتوا لا انت تاخد المحاضره وتفر على طول تروح. نعم، ما هو هي دي الاصل في الموضوع، ان هو من غير الفات مش تعرف حاجه، من غير الفات مش هتعرف، لازم تشوف الفات راح فين. لو الفات طلع لبقى ايه؟ بس احنا بنجادج طبعا مش من صوره واحده، يعني لازم تجيب كل المقاطع، وده عيب الهيدا دينيك انك محتاج صور كتير قوي في البتاع. في بعض الاحيان في اللاركس بالذات هيكون في صور كتير وكده عشان تقدر تستوعب القضيه. لكن لما احنا عندنا علامتين الستايلويد والفات، اذا الاثنين طلعوا لقدام يبقى الليجن من ورا، يبقى ملوش دعوه بالفات سبوت. خلاص، هي دي النقطه الاصليه في الموضوع. طيب نيجي بقى للجلومس. الجلومس اسمه باراجانجليوما، مش عارف انا قلت لك في البتروس ان في اربعه باراجانجليوما مشهورين، صح؟ واحد اسمه جلومس جاجيلار، واحد اسمه جلومس تيمبانيكم، واحد اسمه جلومس فيجاي، واحد اسمه كاروتيد بودي تيوم. فاكر ان انا قلت لك الكلام ده. لكن الجلومس بيطلع في حتت كتير، بس دول اشهر اربعه. يعني ممكن يبقى في الباينير والسله والاوربت والكافيرنس واللانس والثيرويد والنيسفارنس، ممكن يطلع في اي حته. بس دول اشهر اربع اماكن بيطلع فيهم الجلومس. وقلت لك ان الجلومس تيمبانيكم بيكون يشبه قوي الكوليستياتوم. لكن الجماعه بتوع الانف ووزن اول ما يبص في ودن العيان يلاقي حاجه حمراء ورا الدرام يقول لك ده جلومس، روح اعمل اشعه عشان نشوف الاكستنشن بتاعه. ده واحد مشهور جدا وجبنا سيرته في البيتروس. اللي احنا قاصدينه النهارده هو ده اللي هو الجلومس جاجيلا اللي هو قريب من البارافرينج. اما الاثنين التانيين في المحاضره بقى اللي هي بتاعه النك على بعضها يعني وكده، اللي هي الليجنز اللي ملهاش حتت بتطلع فيها، هنجيب سيره الكلام دوت بالتفصيل. المهم الجلومس تيومر از رير، يمثل حوالي 0.5% من الهيد اند نيك نيوبلازم. اشهر اثنين على الاطلاق هما الجاجيلار والكاروتيد بود، اما الجلومس بريجال والتيمبانيكم قليل قوي. And this is a slowly growing hypervascular tumor. الانسيدنس بتاعه واحد كل 1000 مليون او 300,000 مثلا يعني. ما هوش كتير قوي، لكن ايه اللي بيخليك تشوفه كتير؟ العدد، القصر العيني ما شاء الله يعني بالهبل، ناس داخله طالعه. ولما تروح الارشيف الجلومس بالعبيط عندنا في الارشيف، فهتلاقي حالات كتيره جدا سهل قوي انك انت تشوفها. هو بيطلع من حاجه اسمها الجلومس بوديز موجوده حوالين الجاجلر بار، ولما تحقن صبغه تلاقيه ده سيجنيفيكنتلي انهانسنج ليج. ولما تبص على الفات والستايلويد بروسيس تلاقيهم طلعوا لقدام، فتعرف ان ده هو في الكاروتيد سبيس. الجلوماس تيومر او الكيمودكتوما او الباراجانجليوما از هايبر فاسكولار ليج، ودولت الفيسلز الاساسيين في البلاد سبلاي بتاع اي واحد منهم، الاسندنج فارنجيال والاسندنج سيرفايكال والبوستيريور اوريجن. لما تعمل انجيوجرافي تلاقي في تيومر بلاش جبار جدا كده زي ما انت شايف، because this lesion is a hypervascular lesion. وعشان كده لما يجوا يشيلوه يعملوا بري اوبراتيف امبوليزيشن الاول علشان يقلل البليدنج بتاع التيومر.
الجلوماس جاجيلار موجود في الجاجيلار فوسا، وهو زي ما انا قلت من شويه اشهر قوي من الجلوماس فيجال. الجلوماس فيجال بتحمل حبتين. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ده الانسيدنس بتاعه في الأدلت من 40 ل 60 سنه، وعنده شويه ناحيه الستات. الواحد بيبريزنت التيومر دوت في الجاجيلار فوسل. لو انت فاكر البترس، طبعا البترس كانت قبل العيد واللحمه اتكبست على البترس، وقلت لك ان الجاجيلار فوسا مفصول عن الودن بعضماي. العضمايه ديت ممكن تبقى مش موجوده فيبقى اسمه ديهيسنت جاجيلار بالم، ولو كانت موجوده يبقى اسمه نان ديهيسنت جاجيلار بالم. لما يجي جلوماس تيومر بياكل العضمايه دي منه بقى للودن على طول، وذا فاسكولار ليجن بيبالسيت، العيان بيشتكي من بالستايل تينيتس. ولو دخل وكال الاوسكلز هيحصل له هيرنج لوس. والجاجيلار فوسا دوت في كذا كرينيال نيرف ممكن يهبشهم فيحصل كرينيال نيرف بولسز، يبقى هما دول المشاكل اللي بتحصل في الجلوماس جاجيلار. ازاي بتشخص الجلوماس جاجيلار؟ انك انت بتيجي على الجاجيلار فوسا تلاقي سترونجلي انهانسنج ماس ديستروينج المارجن بتاع الجاجيلار فوسا، والجاجيلار فوسا ورا على طول البارا فرنجيال فات. يبقى ده هو هو عشان كده هو ده المهم بالنسبه لنا دلوقتي، ان هو posterior to the بارا فرنجيال فات. معظم الجلوماس ممكن يكون bilateral وممكن يكون multiple، يعني كذا جلوماس في كذا حته، او يكون واحد شمال واحد يمين قد بعض، او واحد صغير واحد كبير. في بعض الاحيان بيكون الجلوماس لوكالي مالجنت، وساعات يعمل ميتاستاسيس، ساعات يعمل ميتاستاسيس. لما تيجي انت تبص على الجاجيلار فوسا بتلاقي العظم بتاعه كده سموث، اما لو طلع فيه جلوماس بيقرقض الايه؟ بيقرقض العظم بتاع الجاجيلار فوسا. قلنا ان العيان بيبريزنت باي بالسيتنج تينيتس او هيرنج لوس، وفي كرينيال نيرفز هنا. طبعا عندك شويه سندرومات انت في غنى عن هذا الكلام. واحد اسمه فيرنت سندروم دوت باراليسيز اوف ذا كرينيال نيرفز 9 و10 و11، وفي واحد اسمه كولت سيكارد سندروم. طبعا اوعى تفتكر الكلام دوت، انا هتصرف، اللي هو السندروم اللي قبله زائد انفولمنت الكرينيال نيرف رقم 12. والهورنر سيندروم كلكم عارفينه، اللي هو ايه بقى؟ دوزس مايوزس ان هايدروز، عشان يعني السابح اللي انت حافظها. في السيتي هتلاقي ايه؟ في السيتي هتلاقي في وايدنينج اوف ذا جاجيلار فوسا، ديستركشن اوف ذا بوني مارجنز اوف ذا فوسا، and there is a strongly enhancing mass occupying this area. ساعتها تشخص جلوماس جاجيلار. في الام ار هتلاقي الليشن اسود 51 ابيض 52، لما تحقنه صبغه يعمل significant enhancement، ولو كان كبير هتلاقي فيه العلامه المشهوره اللي اسمها the salt and pepper appearance. لو كان اكتر من 2 سم هتلاقيه منقرش. منقرش يعني زي كده. التيومر ابيض في التي 2 عشان ده الملح، والفيسلز اللي جواه سودا في التي 2 عشان سيجنال فويد، هو ده الفلفل. سولت اند بيبر نتيجه المنظر ده، وبيبقى ما بيبانش قوي الا في الليجنز الاكثر من 2 سم. يبقى لما تعمل سي تي هتلاقي فيه ماس، والماس از ماركتلي انهانسد occupying the jugular fossa. طبعا ممكن تقرض البون تدخل جوه البرين، ممكن تقرض البون اللي فوقها تدخل جوه الودن، وممكن تقرقض العظم دوت وتطلع في الفالس. وزي ما انت شايف كده ان هي posterior to the parapharyngeal space، وقصادها على طول بيكون في الستايلويد بروس. وده هو بالمكان وبالمنظر اسمه جلوماس جاجيلار.
في البون ويندو هتلاقي destruction of the jugular fossa, destruction of the mastoid وممكن من الميدل اير. لو الجلومس خرم الوول بتاع الميدل اير ودخل جواها ساعتها بيسموه كده جلومس جاجيلو تيمبانيكا. ما فيهاش حاجه جاجيلو تيمبانيكم يعني جزء منه جوه التيمبانيك كافيتي وجزء منه جوه شاجل الفص. لكن لو كان لوحده جوه التيمبانيك كافيتي اسمه جلومس تيمبانيك, ولو كان لوحده في الجاجل الفص يبقى اسمه جلومس جاجل. فهذا الليجن دخل جوه الودن وعمل اوبليتريشن اوف ذا اوف ذا ميدل اير كافيتي وارقد السيمي سيركيولار كانال. طبعا خلاص بقى السنسيكيولار كانال والكلام ده كله والكوكلي, فاكر وان اند هاف ترن اوف ذا كوكلي؟ اقربهم بقى. ماشي الديفرنشال دايجنوزز بتاع الحاجات, في حاجات طبعا كتيره في الجاجيولار فوسا بتطلع جوه الجاجيولار فوسا, من اشهرهم ان يطلع نيوروفايبروم. ما هو ماشي فيه كرينيال نيرف فممكن يطلع فيه نيوروفايبروم. النيوروفايبروما نمره واحد ما بتكسرش الوول لكن تعمل اكسبانشن فيفضل الوول سليم مش متقرقض يعني, بس الفوريمن يبقى واسع حبتين. بص الفوريمن العادي دوت الجاجل الفص العادي اهو شايفه, ودي العضمايه اللي بتفصله من الودن يعني ده هو نان ديهيسنت الجاجل الباي. ممكن الفص يبقى اوسع من الطبيعي نتيجه وجود شوانوما جواه او مننجيوم, الاثنين نفس الحكايه بيكبروا الفوريمن وجواه انهانسنج ماس لكن الجدار بتاعه سموز وسليم. اما الجاجيلر الجلومس جاجيلر لازم يدشدش البول بتاع الايه بتاع الجاجيلر فص. طب الميتاستاسيز هتدشدش البول بتاع الايه الجاجيلر فص. طيب هل الميتاستاسيز فاسكولار زي الجاجيلر زي الجلومس؟ لا, بس في هايبر فاسكولار ميتاستاسيز صح ولا ايه؟ اذا لو طلع هايبر فاسكولار ميتاستاسيس جوه الجاجيولار فوسا هتشخصها ازاي وتفرقها من الجلوماس؟ باي ذا بريزنس اوف برايمري مالينجنس. طب حد قال لك مفيش هيستوري اختار, اختار الجلوماس طبعا. ايه اللي يعني اللي خلى الميتاستاسيس تسيب كل الحته وتيجي تنشن على الجاجيولار فوسا؟ بس انت عندك ليجن كومن في الحته دي تختاره الاول وبعدين بقى يصير خير بعد كده. طيب ليمف نود قلنا احنا الكلام دوت قبل كده. الليمف نودز بتتشخص بالايمجنج وبالكلينيك. عيان عنده نون برايمري يبقى الليمف نودز اللي انت شايفها ميتاستاسيس, عنده ليمفوما يبقى الليمف نودز اللي انت شايفها ليمفوما, عنده ساركويد يبقى الليمف نودز اللي انت شايفها ساركويد, عنده signs of infection يعني hotness و redness و fever بلولو لولو يبقى الليمف نودز ديت inflammatory. طيب من الايمجنج في برايمري يعني ماس في التونج, ماس في الفور في التونسل, ماس في العفريت يبقى متاس. الليمف نودز بلقي ما هياش الاصل في الليمفوم, ما هياش الاصل في الليمفوم, لكن لما تكون بلقي ليمف نودز homogeneous enhanced ما عندناش ليجن تاني يبقى ليمفوما طبعا في النودز لان مفيش برايمري. طيب نودال كالسيفيكيشن انفلاماتوري بالذات التي بي والساركويد برضه بيعمل نودال كالسيفيكيشن. نكروتيك سنتر, النكروتيك سنتر معروف في الانفكشن ومعروف في الميتاستاس. الفرق بين الاثنين الكلينيكال ووجود البرايمري مالجنس. طب مفيش بقى, مفيش لا ده ولا ده ولا ده ولا ده, يبقى تقول lymphadenopathy for biopsy. ولو انت يعني حريص شويه قول for lymph node biopsy يعني سيرجك يعني بالجراح تفتح وتاخد واحده وتعملها البتاع. واللي بعد منه على طول ultrasound guided. ultrasound guided احسن بكتير جدا من ST guided biopsy. عملت سي تي ولقيت lymph nodes قد الحوار وهوموجينس انهانسد ومش عارف ايه وكده اهوت, يبقى بيقول لك ليمفوما خلاص ما فيهاش مشكله دي. طيب سي تي تاني ولقيت نودز قد البتاع الحمار الكبير, طيب يبقى ايه ليمفوما برضه. طيب
لقيت فيه تيوب اهو، شايفه اللي لازق في البيزون ده تانك، ولقيت بتاع كده اهو، يبقى حظك فظك، ده خراج وده تيومر. لا دوت تيومر وديت ميتاستاتيك، ميتاستاتيك ليمف. الميتاستاتيك ليمف نود 75% نيزوفارينج، 20% اورفك، يعني هم الاثنين على بعض 95% بتوع الليمف نود، والخمسه الباقيين بتوع الثيرويد اللي هم. يعني معنى كده ان الميتاستاتيك ليمف نود غالبا جايه من واحد من الاثنين دول، يا اما نيزو يا اما اورفك. طيب ده عيان عنده ميلانوما وعنده ليمف نود هنا بوستيريور تو ذا انترنال داك، يبقى ميتاستاتيك ليمف نود من الميلانوما. ده التي بي وجبنا سيرته قبل كده وقلنا اسمه سكروفولا وبتاع، وهيصنا وزيطنا في الحته دي. فانت عندك هنا مالتيبل نكروتيك ليمف نودز امالجاميتد في بعض وديب تو ذا سيرو مصايب مصل وبتاع. هتقول لي ليه دولت مش ميتاستاتيك نودز؟ نقول علشان ما فيش برايمري مالكت، وعشان بايلاتر، وعشان مش عارف ايه. يعني في الكلينيكال مهم جدا في الـ في الـ في الوقت ده، وده المنظر الكويس قوي بتاع النكروتيك ليمف نود دايت بتاع الانفلاماتوري. جيت انت عملت سي تي ولقيت ليمف نودز كده، في هنا سب منتال اللي هم ما بين الانتيريور بيلي بتاعه الدايجست، سب مانديبولار اللي هم الكور كور 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 حوالين السب مانديبولار، سيرفايكال ابر ديب سيرفايكال اللي هم ديب تو ذا ستيرنوماستويد. كل الكلام ده طيب ما فيش بقى هيستوري وما فيش اي حاجه ثانيه، دوت اسمه سيرفايكال ليمف ادينوباثي فور بايوبسي. البايوبسي بتتعمل ازاي؟ يا اما سيرجيكال نود بايوبسي يا اما الترا ساوند جايدد بايوبسي. طيب قول لنا كده المقترحات بتاعتك يعني لحاجه زي كده قبل ما نعمل البايوبسي. لنفوما صح؟ لنفوما يعني الميتاستاتيك ليمف نودز غالبا هتكون على غالبا يعني مش شرط، ممكن تكون على ناحيتين كده، لكن اقرب حاجه للتشخيص في حاله زي كده هو اللنفوما، وهي طلعت فعلا كده لنفوما. طيب ده مثلا عيان تاني عنده شويه ليمف نودز، كل اللي عليه علامه حمراء ده عباره عن ليمف نودز، وهي تسمى ليبيلر ودولت ابر ديب سيرفايكال، وفي حاجات جوه الباروتد زي ما انا قلت لك كده، جوه الباروتد لوحده يبقى وابطه ما يبقاش ليمف نودز، انا قلت لك اهو. لكن لما يكون ليمف نودز بيكون معاه اصحابه شغالين في الموضوع، and this was proved برضه بالبايوبسي ان هم اماتشيكال لنفوما. خلصت القضيه، عندنا حاجه اسمها البارا فارينجيال سبيس مليان بالفات وفي فيسلز ونيرفز. الحاجات اللي هتطلع قدامه طالعه من مكان اسمه انفرا تمبرال فوسا او ماستيكيتور سبيس، والحاجات ده هي يا اما من المكسيك يا اما من الماندبل زي ما شفنا الاوسيوساركوما والميتاست، يا اما طالعه من التلجويد ماسلز زي الرابدوم مايساركوما والليمفوما وخلافه. الحاجات اللي هتطلع لاترال تو دفات هتبقى من الديب لوب اوف ذا باروتيد جلاند، ويصير عليها جميع احكام الباروتيد اللي هم البناين والمالجمنت وخلافه. الحاجات اللي هتطلع ورا الفات هتبقى طالعه من الكاروتيد سبيس، الجلوماس والليمف نودز والنيورو فايبروم. الحاجات اللي هتطلع ميديال تو دفات هتبقى طالعه من الوول بتاع الميزو او الاورو او التونسل، والحاجات دهيت كلها 98% عباره عن كارسينوماز، 80% سكويموس سيل كارسينوما، ال 2% بقيه ال 98 لينفوما ميتاستاسيز لولو لولو لولو. بس كده. يا سلام لله اكبر.